السلام عليكم ورحمة الله ومعكم سيراي وبعد آخر مقطع وصلني كثير طلبات عشان أنزل لكم إعداداتي في الام أو أزرار البناء اللي عندي واللي بنشوفه في هذا الفيديو طبعا إعداداتي سويتها بنفسي بعد ما تقدر تقولوا دراسة للعبة وظليت الأشهر وأنا أغير وأغير لين ما ثبت أخيرا الإعدادات الحالية واللي أعتبرها مناسبة كثير اللي يريدوا يحترفوا اللعبة وينتقلوا من مستواهم لشيء أقوى بكثير ولو هذا المرة في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لان شغلي هو أن ادخلك العالم اللعبة بشكل عام وطبعا لا تنسوا زر اللايك وخليكم مع المقطع <applause> اللي تشوفوه قدامكم هو اعداداتي وبمر على كل الصفحات وقف المقطع عند الشيء اللي تنسخه او تصور الشاشه او غير اعداداتك واول شيء بقول لكم ان سرعه ماوسي هي 800 دي بي اي واظن بتلاحظوا ان سرعه اللف اللي عندي وسرعه الايام غير بطيئه بس صدقني لو تريد ايم خرافي وتصويب روعه خصوصا بالرشاشات انصحك بعدد الحساسيه هذه حتى اشوفها مناسبه كثير للبناء وما اواجه اي مشاكل وانا ابني ولا ما اصوب وانصحكم تحطوا الاعدادات مع ضبط ماوس الجيمنج اللي عندكم على 800 دي بي اي وبالمره الماوس اللي انا استخدمه هو لوجيتك جي 402 استخدمه من السيزون الخامس تقريبا لوجيتك جي 402 المهم بتلاحظ ان ينفعل الركض التلقائي كمان لانه يساعد كثير في البناء عشان ما يوقفك عن الركض بالغلط ويضيع عليك الهاي جراوند وبالنسبة للاشياء الباقية في اشياء عادية غيرتها او لا الاهم هو ازرار الكيبورد واللي ابدأها بازرار البناء بداية من الجدار اللي انا حاطه مكان الحرف Q وهالشي لان الحرف Q على يسار زر المشي W يعني لو حد فاجأك ردة فعلك بتكون صاروخية بتقدر تضغط على زر الجدار بسرعة عالية اما زر الدرج او السلم فحطيته مكان الحرف اي e وهو على يمين الحرف دبليو نفس الشيء ردة فعلك بتكون اسرع لان الزر اقرب لك بكثير من باقي الازرار فما حطيت هالشيء من فراغ وبيفيدك كثير في البناء وبيقلل اغلاطك اما بالنسبه للارضيه وللهرم فسويت موازنه حلوه بين الماوس والكيبورد حطيت الارضيه مكان زر الماوس الجانبي الخلفي اما الهرم مكان زر الماوس الجانبي الامامي وصدقني بتحتاج ماوس جيمنج يكون فيها ازرار جانبيه لانها بتساعدك كثير بتلاحظوا ان بناء في الماوس وزرين بناء في الكيبورد هالشي بيعطيكم موازنة حلوة ومتعة في البناء وغير كذا سهولة صدقوني وزنت كل شي هنا وكل محطوط لسبب وبعد تجربة اما الشي الاخير المهم هو الاسلحة والاغراض فكنت استخدم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة مثل اي لاعب طبيعي بس لاحظت اشياء كثيرة بعد ما ظليت من سيزن الرابع ولان سادس وانا العب بالارقام لاحظت احيانا اني اضغط على رقم ثلاثة بدل اثنين او اني اغلط بالتبديل او اني اضغط رقمين مع بعض واجيب ام العيد بعد ما غيرت كثير كثير ثبتت على اني خليت مكان السلاح الاول في الرقم واحد وهو غالبا الرشاش اما السلاح الثاني بدال ما احط رقم اثنين حطيت الزر الايسر وهو مكان الار بي جي او السنايبر عشان افصل بين الارقام اما السلاح الثالث والرابع فكنت ملاحظ اني اقدر ابدل بين رقم ثلاثة واربعة بسرعة عالية فخليت مكان السلاح الثالث رقم ثلاثة نفس ما هو وهو مكان الشوتجن ومكان السلاح الرابع خليته نفس ما هو رقم اربعة وكمان مكان الاس جي اما اخر شيء مكان الهيل فانا حطيت زر الكنترول الايسر لاني ما استخدم الزر في اي شيء في اعداداتي فقلت بحطه مكان الغرض الخامس لان لو حطيت رقم خمسة بيكون كثير بعيد على عكس زر الكنترول الايسر اللي يعتبر سهل وبعد هالشي اخطائي بالتبديل بين الارقام بدون مبالغه صارت صفر بالمية صرت ما غلط ابدا ما بدل بين الارقام وكل شيء يصير بطريقه مضمونه وهذه هي اعداداتي لو عندكم اي سؤال اتركوه في التعليقات لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه لو حابين تشوفوا مقطع او فكره محدده كمان اكتبوا في التعليقات اشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامه